أهلا بكم. تقول القوى الوطنية والشعبية العراقية أن الإصلاح الذي تتحدث عنه قوى العملية السياسية وحكوماتها المتتالية هو مجرد خدعة مكشوفة للتغطية على حجم الفساد الهائل الذي بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة، وهو فساد محمي سياسيا من قبل أحزاب السلطة الحاكمة وميليشياتها. وتضيف هذه القوى أن الأحزاب الرئيسة التي تناوبت على الحكم منذ الغزو الأمريكي عام 2003 هي نفسها في إطار نظام سياسي طائفي فاسد يسمح بل يحرض على الصفقات بين أركانه التي تتشبث بالسلطة بوصفها الممثل الطائفي والإثني للشعب العراقي. وقالت وتقول المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن طبقة السياسيين الذين غالبيتهم من المنفيين والمهاجرين السابقين الذين ظهروا بعد العام 2003 يفتقدون لأي شرعية شعبية ويتعاملون مع موارد البلد باعتبارها حقا صرفا لهم ولأحزابهم في إطار منظومة فساد مروعة لنهب المال العام. ويقول الباحثون السياسيون أيضا إن علاقة تخادمية وطيدة نشأت بين الفساد الحكومي وهذا النظام لخدمة مصالح إقطاعيات حزبية وقومية وعائلية لتقاسم مؤسسات الدولة ومواردها الاقتصادية في ظل غياب مستمر للمحاسبة ضمن نظام يشجع بل يحرض على الفساد والسرقة وسرقة المال العام والخاص عبر استغلال المناصب الإدارية والسياسية، ويعرقل ويعوق أي عملية إصلاح حقيقي رغم الحديث الطويل والمشتر والمكرر عن الإصلاح والتقويم الذي يتصاعد بعيد تشكيل كل حكومة في العراق. الحديث المجتر والمكرر والمخادع لقوى العملية السياسية عن الإصلاح الشامل في العراق هو الذي سنبحثه في برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة مشروع للإصلاح الشامل تقوده حكومة السوداني ولا بد من 4 سنوات أخرى لإكماله كما يقول شركائه في الإطار الطائفي؟ أليس النظام الحالي هو نظام حكم اللصوص والإقطاعيات الحزبية والقومية والعائلية وتقاسم الدولة ومنافذها الاقتصادية كما يقول الباحثون السياسيون؟ ولماذا كل حكومة جديدة في العراق تقول إنها شرعت في عملية إصلاح ثم تتبخر هذه الوعود بعد انتهاء الفترة الحكومية؟ وكيف أصلاً لقوى سياسية أوصلت العراق إلى الحضيض عبر تدمير ممنهج خلال 20 سنة الماضية أن تطلق مشاريع الإصلاح؟ ضيفات طاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي. وكأن ال8 سنوات التي حكم خلالها نوري المالكي قد حولت العراق إلى نموذج للازدهار والاستقرار، حتى يطالب حيدر العبادي بالتمديد السوداني 4 أعوام أخرى لكي يأخذ فرصة إكمال المشاريع كما يراها العبادي، أو أن العبادي يعتبر نفسه خطف خطفا من مشروع النهضة الذي أنجز نصفه أثناء فترة حكومته، فلذلك بدأ يتحسر ويريد للسوداني أن يأخذ فرصته. على سبيل الاستغراب والتهكم يقول هذا الكلام مراقبون علقوا على مطالبة العبادي إعطاء السوداني 4 سنوات أخرى لكي ينجز مشاريعه، متسائلين عن هذه المشاريع وحجمها وتأثيرها على أرض الواقع وما هو المميز للسوداني عن سابقيه. وبما أن الواقع الملموس هو من يحدد مستوى التغيير والتأثير، فمن الناحية الاقتصادية لا تزال الأسواق تشهد تضخما مرتفعا مقابل ازدياد حالات الفقر وبروز أزمة السيولة النقدية وارتفاع نسبة العجز في الموازنة. ومن الناحية السياسية حكومة السوداني منبثقة أساسا عن توافق الميليشيات والأحزاب التي تحكم المشهد منذ عام 2003، وهي التي نصبت المالكي والعبادي وعبد المهدي وغيرهم تحت مظلة نظام المحاصصة الطائفية. وعن ملف النازحين والمهجرين والإعمار والمخفيين قسريا والمعتقلين بذرائع طائفية، لا يزال الحال كما هو دون أن تقدم حكومة السوداني أدنى خطوة بهذا الاتجاه. وكما يقول المراقبون، لو أمضى السوداني 10 سنوات أخرى لما استطاع تغيير الواقع، لأن معضلة الحكم في العراق لا تتعلق بالأفراد وإنما بالمسار المحدد أمريكيا وإيرانيا للعملية السياسية،
وعدم وجود أي رابط بين الوطنية والأحزاب التي لا هم لها سوى تحقيق المصالح الشخصية وخدمة الأجندات الدولية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث حلقة الليلة في هذا الحديث المكرر والمجتر والمخادع كما يقول طبعا المراقبون لقوى العملية السياسية عن إصلاح شامل في العراق. ضيف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، سيكون معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله ومرحبا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا دكتور. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، الحقيقة حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة رئيس الحكومة السابق قال أنه مع التمديد لأربع سنوات قادمة لحكومة السوداني، طبعا هناك حديث عن انتخابات مبكرة وما إلى ذلك، أنه هو مع أربع سنوات لإكمال مشروع الإصلاح الذي بدأته هذه الحكومة، لأن أربع سنوات غير كافية لإتمام هذا المشروع. هل ثمت مؤشرات علامات على أن مشروعا إصلاحيا أطلقته حكومة السوداني وتحتاج لدورة ثانية لإكماله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الدكتور قحطان. أهلا دكتور خفاجي. الحقيقة هو ليس هناك مشروعا للإصلاح، لكن هناك مشروعا لاستمرار كل الخراب والدمار الذي حل بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن. نعم. فيما يخص التجديد للسوداني، يتحدث أن انتخابات مبكرة وضمن المنهاج الحكومي اللي قدمه عام 2022 في شهر أكتوبر، كانوا تشرين الأول 22، كان ضمن المنهاج الحكومي أو ضمن التعهدات أن للحكومة حكومة السوداني أن يجري انتخابات مبكرة بعد سنة من تولي الحكم، ومرت سنة ونص ولحد الآن لم تجري الانتخابات، فهم يتحدثون بهذا الاتجاه. لكن في كل الأحوال هم وصلوا قبل المجيء بالسوداني، قبل أن يختاروا السوداني من إطار التنسيق، هذا إطار الميليشياوي، وصلوا إلى الحاط، يعني وصلوا إلى حلول معدومة ليس لديهم حتى شخصية يطرحونها، فوجدوا هذا الشخص لكي يقدمونه. لكن بالأول والأخير هذا الشخص هو جزء من هذه المنظومة، هو ليس غريبا عنها، ليس خارجا عنها. البعض يتحدث هو ما عنده كتلة ما أعرف وين بالبرلمان، ما عنده كتلة مدري منه، ما عنده حزب، هذه كذبة كبيرة. هم الإطار التنسيقي، الإطار الميليشياوي الذي اختار هذه الشخصية، وهذه الشخصية ليست غريبة، هذا هو الرجل من حزب الدعوة ومن جماعة المالكي، وموجود وياهم من عام 2003، وتقلد مناصب كثيرة، وزير عمل وشؤون اجتماعية وما أعرف منه، وزارات أكثر من وزارة، ونائم بالبرلمان ما أعرف كم سنة، هو جزء من هذه المنظومة، فهو جزء من هذه اللعبة، جزء منها. طيب، وأهم ملف في هذه القضية اللي تحدث عنه مثلا ويروج له العبادي، أهم ملف موجود في العراق هو ملف الفساد. هذا الملف اللي كل العالم يتحدث عنه ويقولون العراق بلد فاسد. أي واحد تحدث الآن عنه، تسأله عن العراق يقول لك العراق بفساد، ببوق، بسرقة. ما هو هذا الملف الرئيسي؟ طيب، ما هي الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000، من تأسيس أول حكومة 2005 من إياد علاوي لحد الآن، وراء الجعفري، وراء المالكي، وراء حيدر العبادي، وراء عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، وإجا هو الرجل. نفس الأحاديث، نفس الخطابات التي سمعناها من الجعفري لحد الآن، نفس الخطابات عن الفساد، نفس الأحاديث، قال الفساد، ونفس الخطاب، وسنحارب الفساد وسنخرج من الفساد. وإذا تذكر في أول ما اختاروا الجعفري تحدث عن قضية أنه هذه الحكومة ستحارب الفساد، واثنين من الوزراء من الحكومة السابقة، يقصد حكومة إياد علاوي، متهمين بالفساد ولم يفعلهم شيء، صدر أوامر بإلقاء القبض عليهم ولا ألقي القبض عليهم، واتهم حتى السفارات في وقتها، اتهم السفارات كلها، قال هذه السفارات كلها فاسدة وكلها تسرق، وبعد ذلك صار وزير خارجية ونفس السفارات بقت ولم يحاسب أحدا، بل قال عن حكومته أنها حكومة ملائكية. حكومة ملائكية، نعم. هذا الوضع. وراء اجى المالكي اللي قالنا لعبة جديدة، هيئة النزاهة، راد يصفيها طائفيا، فأصدر ألف أمر إلقاء قبض على أساس تنفذ من عدة 387 يمكن
في شهر واحد في شهر نيسان 2009 قال قبض، وتبين أن القضية هي إزاحة البعض لغرض إحلال البعض الآخر طائفيا. وهكذا وجه العبادي اللي هو يتحدث الآن عن الحكومة، قال أكو 50,000 جندي فضائي. طيب وين صاروا ذلك 50,000؟ سوا لهم 50,000؟ لا نعرف، انتهى الموضوع وأغرق الملف وانتهت القضية والأمور مشت. وجاء بعده بعادل عبد المهدي يتحدث لنا عن قال 9,000 مشروع وهمي حوالي 300 مليار دولار بيها. طيب سويته كل شيء ما سويه، راح نلقي القبض على ما اعرف منه والفساد، وقال سادفع حياتي ثمنا لمحاربه الفساد والفساد باقي. واجى الكاظمي واتهم عادل عبد المهدي بنفس الفساد، وسووا لجنه، هاي اللجان المصيبه، هاي اللجان شكلت من المالكي من الجعفري لحد نفس اللجان نعم تحارب الفساد والفساد باقي، ونفس اللجان اللي شكلها السوداني الآن يجي اتهم الكاظمي انه هو فاسد، والكاظمي رد عليه قال له انت فاسد وجماعتك فاسدين، ونفس اللجان تشتغل ويلزموا الموظفين صغار تصدر اوامر قبض بهم يطلعوهم ما ندري، لانه مثل ما طلع يعني اخرج السوداني قاتل الهاشمي طلعوه بعد ما اعترف انه قتل سارق يعني صغير امام كتل نقديه، قبضنا على هذا قبضنا على هذا، وبالتالي نعم. هذا العراق مسروق من عنده 2 تريليون دولار، وانت تحدث لي عن ما اعرف ايش قد 200,000 دينار عراقي و200 ما ادري، هذا اللي زموه بالمطار شايل 3,000 دولار يريد يهربهن. هذه اللعبه هاي القبيلة. من هذه النقطه التشكيكيه. مساء الخير دكتور قحطان. مساء الخيرات والبركات عليك وعلى الجميع، رمضان كريم للجميع والاستاذ الحاضر الضيف الفلاحي ولكل العراقيين والمسلمين. اشكرك بارك الله فيك دكتور. الحقيقه هذا الإعلان أو التصريح عن مشاريع الإصلاح، إطلاق مشروع الإصلاح، الشروع بمشروع الإصلاح، الحقيقة في كل مرة، طبعا كل الحكومات أطلقتها، لكن في كل مرة يقابل بشيء من التشكيك، من التكذيب، من عدم التعامل معه على محمل الجد من قبل طبعا المراقبين والباحثين، وأنت مراقب وباحث، وأيضا من قبل الناشطين والمدونين، ثمة تشكيك بكل أي كلام عن أي تقويم أو إصلاح أو تصحيح في العراق. لماذا هذا التشكيك؟ أنا لا أسميه أخي العزيز تشكيك، بل قول حق. نعم. العراق يعني منذ 20 عام طبق بحذافيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يلدغ المرء من جحر مرتين، المؤمن من جحر مرتين. وهناك مقولة تقول إذا خدعتني مرة فالعيب فيك، وإذا خدعتني مرتين فالعيب فيا. الخدع والمكر والفساد والكذا هو السمة الأساسية للعملية السياسية منذ 2003 لحد الآن. ما الجديد حتى نقول عن هذا الشيء جيد ونتهم الذي يقول إنهم خطأ ومنحرفون و انهم مشككون؟ لا، حقيقة اخي العزيز ان عملية سياسية مش عنده مشكلة بالصوت ويا دكتور قحطان. الى ان يتم تضبيط الصوت مع دكتور قحطان الخفاجي نعود لضيفنا هنا في الاستوديو دكتور رافع الفلاحي. الحقيقة دكتور أيضا قضية الإصلاح تبدأ بها كل حكومة تأتي يعني بعيدة تشكيلة تتحدث أنها ستطلق مشروعا للإصلاح، طبعا لاحقا مع انتهاء الفترة الحكومية تتبخر كل الوعود بالإصلاح. أليس المفروض أن هذه عمليات الإصلاح اللاحقة تبنى على السابقة وتكون هناك عملية تراكمية وتصاعدية لعملية الإصلاح؟ 6 حكومات تشكلت في العراق كلها تحدثت عن إطلاق مشاريع الإصلاح، السابقات ذهبت، والآن حكومة السودان تقول أنها شرعت بعملية الإصلاح. لذلك أستاذ ماجد أنا تحدثت لك عن الفساد، لأن الفساد نموذج واضح من هذا الكلام عن الفساد، لأنه عن الإصلاح، لأنه يريد يصلح يذهب إلى الفساد، يتحدث عن الفساد والشعب ينصت إليه، لأنه هذه القضية المهمة. وبالتالي هو يتهم الحكومة التي سبقته بأنها هي المسؤولة عن كل هذا الخراب وهذا الفساد وهذا الدمار
وهو سي يعني علما أن الحكومة السابقة أيضا تحدثت عن إصلاح والتقويم. نعم، اتهمت الحكومة التي قبلها. نعم. والحكومة التي ستأتي بعد حتى السوداني الآن يتهم الكاظمي، وسيذهب السوداني وسيأتي من بعده سيتهم السوداني بالفساد. نفس القضية، هذه العملية المتداولة. القضية أن هناك طبخة الفساد والخراب والدمار من عام 2003 لحد الآن، وطبيعة تناول هذه الطبخة تعتمد على الفم التي طبيعة الفم الذي يأكل والكرش الذي يعني حجم الكرش يكبر. الذي يعني يلهم هذا الموضوع، فتتغير هذه اللقمة بين فترة وبين أخرى وشكلها وطبيعتها. وهذا الفساد والخراب والدمار مثل الفيروس في هذه الحكومات، 21 سنة متحور، قد يتحور مثل كورونا، يتحور بأشكال معينة بس هو باقي ويتمدد ويستمر وخلص وانتهت القضية ويجب أن نتعايش معه. فهذا الخراب والدمار ماضي في طريقه. أما الآن هذا اللي تحدثون عنه الإصلاح وكذا، جزء من عنده مظهري يحاولون يخدعون الناس بهذه المظهرية، هذا لا يمكن أن يقنع العراقيين. العراق الآن، وربما تحدثنا في هذا الموضوع سابقا، الآن كل البلدان، كل العالم، كل المجتمعات ما منفصلة عن بعضها بعد هذه وسائل التواصل، بعد هذه الاتصالات والمواصلات الرهيبة، هذه وسائل الاتصال الرهيبة اللي توصلك مع آخر نقطة بالعالم بلحظة واحدة بكبسة زر واحدة. الآن ما عدت أنت منفصل، ما عدت جزيرة نائية لوحدك ما تدري، لا تعرف ماذا يحصل في الآخر. الآن الكل يريد هذه النماذج، يراها بأم عينه، يريد هذه النماذج مثلها، مثل ما الدول المتقدمة عندها فلوس وتبني وتنهض. العراق عنده فلوس والفلوس ذاهبة بالفساد والخراب، والناس تزداد فقر وتزداد خراب. طيب، من يريد أن يتحدثنا عن الإصلاح خلي يتحدثنا عن الفقر. هل تقلص الفقر؟ هل تقلصت خارطة الفقر في العراق منذ عام 2003 لحد الآن أم اتسعت؟ هل تقلصت خارطة البطالة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن أم توسعت؟ هل الأمية زادت أم قلت؟ هل الخدمات، هل التعليم كان أفضل بال 2003 والآن أفضل؟ وهكذا الخدمات المقدمة، هذا هو المعيار. أما أن تتحدث بطريقة أكو هناك ما يسمونه ذباب إلكتروني، ما أعرف منه، بوسائل التواصل الاجتماعي يمدحون بفلان ويلمعون فلان، هذه ما تمشي الآن، ما عادت تمشي، لأن أنت الآن أمام واقع يقول لك إنه القضية إصلاح وهذا مصلح ما أدري شنو. ستسأله طيب ما هي أوجه هذا الإصلاح؟ بين لي إياها، شوفني إياها، شنو اللي أصلح لي إياها؟ شنو الطرق؟ شنو اللي سوى؟ شنو المصانع؟ شنو الزراعة؟ شنو كذا؟ شنو البناء؟ شنو الفقر؟ شنو البطالة؟ ما بالتالي هذه ستظهر، هذه المعايير تفضحه. هذه محاولات يائسة أنا أعتقد للحديث عن إصلاح، والإصلاح ليس بهذا الشكل، والعراق لا يحتاج الإصلاح، العراق يحتاج إلى تغيير كامل. خلي نشوف إذا سمحت. أشكر دكتور. نعم. دكتور قحطان، إذا تكمل فكرتك اللي قبل الخلل التقني أو أسألك، تفضل. حياك الله. أنا أكد أقول أن الخلل هو ليس في شخص معين بالعملية السياسية بقدر ما هو خلل في المنظومة برمتها، بشخصها، بآلياتها، بتشريعاتها. 20 سنة وأكثر ثبت للجميع أن المعنيين على العراق، شأن العراق، إدارته غير معنيون في إصلاح العراق وبلد. وكما قال زميلي وأستاذي الأخ الفلاحي، أنا أتابع الدولة من حيث نهوض الدولة وليس من قضايا شكلية، بمعنى أننا أنا أمام وضع الأمن للبلد، هل تحسن وانتهى السلاح المنفلت؟ هل العراق سيادة حقيقية عادت بشكل معقول؟ هل هناك صناعة، زراعة؟ هل تحسن المستوى الصحي التعليمي؟ هذه هي الدولة. أما المظاهر الشكلية، نعم قد نحتاج إلى جسور، شيء لا ضير، ولكن ليس من المنطق أن يسرق العراق منا سنوياً 150 مليار دولار سنوياً، والعراق مجرد كم جسر هنا وهناك، والمشكلة الأساسية للاختناقات لم تحل، فالسيارات في العراق مزدحمة، والتجار المستفيدين ما زالوا يستوردون، والسيارات القديمة لم ترحل، والطرق أخرى لم تفتح. حتى امبارح كما سمعنا أن الحكومة تتوسل بحكيم لكي يفتح الشارع الذي هو أمام بيته.
الذي اغتصبها، كانوا يكون دقيقين. إذا نحن أمام حالة خاطئة، وبالتالي هذه المظاهر الشكلية لا تعد إصلاح. نعم قد البلد يحتاج إلى جسر لا ضير، ولكن لا نعد بحجم إصلاح بلد. ثم المدة المضافة 4 سنوات أخرى بأي اتجاه؟ هي باتجاه الخطأ ذاته، هي باتجاه إدارة البلد من قبل أحزاب متنفذة لها ميليشيات، هي مجموعة الإطار. هذه المجموعة مرتبطة بإيران، الخلاف الإيراني الأمريكي قائم في العراق، الفساد الإداري متحكم بشكل كبير في البلد. إذا نحن أمام سيء إلى أسوأ، وليس إصلاح شكلي كما يقولون البعض. والسؤال التالي متعلق بهذه النقطة، أشار دكتور رافع أن كل حكومة الحقيقة تشتم الحكومة السابقة وتتهمها بالفساد، وهذا يعني جرى على مدى ال6 حكومات. كيف سيثق الرأي العام بحديث كل حكومة عن الإصلاح والتقويم إذا كانت تتهم أخواتها السابقات أو التي سبقتها وهكذا دواليك بأنها هي من فاقمت الفساد، هي من جعلت الفساد سيتغول؟ كيف سيثق أيضا بطروحات أو تعهدات هذه الحكومة الحالية بمحاربة الفساد؟ أولا هذا ضحك على الذقون. لماذا؟ لأن كل الأحزاب، كل القيادات أو كل الذين تسنموا السلطة هم من منبع واحد فكري واحد عقادي مذهبي طائفي. اثنين، الذي يلوم ويحاسب ويسائل ويقصر السابق لماذا لا يقوم بواجبه للمساءلة الأصولية القانونية حتى يثبت صحة مصداقية كلامه؟ هذا القول وهذا التكذيب أو هذا الذي يضع اللوم على آخرين لكي يسحب نقمة الشعب هي ضحك على الذقون وليس حقيقة تشخيص خلل. والدليل أن الذين تمتعوا بأموال الدولة ونهبوها ما زالوا أما بسلطة بشكل أو بآخر أو متنفذين متمتعين بما سرقوا ونهبوا. الشيء الآخر، العراق والعراقيون عموما وعوا حقيقة اللعبة، فما حدث الآن تكفي الكلام أن هذا سارق وذاك لص وسأقوم بعملية لجنة تحقيقية وما شابه ذلك والنتيجة واحدة. إذا في تقديرنا أن هذه المجاميع تحاول أن تكرر ذاتها بادعاءات الإصلاح، بادعاءات تعديل الخطأ، بادعاءات متابعة الفاسد، والحقيقة لا فاسد توبع ولا حالة خطأ أصلحت ولا ثوابت من ثوابت الدولة تم تأكيدها كسيادة والأمن الاستقرار الفاعلية المهنية في مؤسسات الدولة كلها غائبة. وبالتالي نحن لسنا أمام دولة نهائية، لذلك لا يمكن نتوقع إصلاحا يكون من هذه المجامع التي هي أساسا خاوية مذهبية طائفية متقوقعة في داخلها خلافات بينية، ولعل الخلافات الآن التي طفحت على الساعة ما بين حتى ما يسمى التكتل الواحد في الإطار يدل على الأنانية والعلاقات المتباينة مع القوى الخارجية بما يخدم القوى الخارجية. إذا نحن أمام حالة فاسدة مستمرة، وأي حديث عن إصلاح هو خطأ، والذي يصدق هناك إصلاح وتصحيح وتغيير فهو أما واهم أو أنه ساذج أو له فائدة في هذا القول. أستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. برنامج غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نبتغي منه معرفة غزوات النبي وطريقته في الحرب وهديه في معاملة الأعداء المقاتلين وكذلك في معاملة الأسرى، والفارق بين حروب النبي صلى الله عليه وسلم وحروب غيره من البشر. هل الحق ضعيف في نفسه حتى يحتاج الذي يحمل هذا الحق أن يجاهد ويحمل السلاح ويقاتل؟ أليست قوة الحق في نفسه، أليست قدرته على الإقناع كافية؟ في ناس لا تفهم إلا بالقوة، البقية تريد القوة، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
قوم صالح فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فكل ضعيف سيظل يدفع الثمن من ضعفه ودمه حتى يقوى فتتغير المعادلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث. هذه الحلقة في الحديث المكرر والمشتر والمخادع لقوى العملية السياسية عن الإصلاح الشامل في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاح والدكتور قحطان الخفاجي. الحقيقة دكتور أيضا المالكي لديه تصريح فيما يتعلق بالإصلاح قطع الطريق على كل من يفكر بالإصلاح خارج العملية السياسية. قال من يريد أن يصلح ويقوم ويصحح ليس أمامه إلا الذهاب إلى صناديق الاقتراع ومن هناك يبدأ بعملية الإصلاح الحقيقية والدستورية والديمقراطية. لاحظ أستاذ ماجد من البداية الأمريكان ما جاءوا واحتلوا العراق وجابوا لنا هاي الفرقة الديمقراطية مسلفنة والجماعة مكيفين عليها فاختصروا كل الديمقراطية مفهوم الديمقراطية في شيء اسمه صندوق الاقتراع. نعم هذا الصندوق، وهذا الصندوق طبعا يغشون به وفساد به وتغيير وكذب ولعب وحرق صناديق. هذه قضية أخرى. و90% من الشعب اللي يعني من اللي الذين يحق لهم التصويت لا يشاركون، ما لهم علاقة، حتى لو شارك واحد فهم أجروا الانتخابات وخلص انتهت القضية. المهم هم أرادوا بهذا الصندوق، هذا الشماعة، لكي يلغوا كل مظاهر احنا ديمقراطيين، لكي يلغوا كل مظاهر المعارضة. لا تعارضنا، انت تريد تعارضنا روح لصندوق الاقتراع، حتى تريد تغير وجيب وادخل وفوز وانت تغير براحتك. وهم يعرفون وكل العراقيين يعرفون والعالم يعرف انه هذا الاطار مصمم بهذه الطريقة، مصمم بطريقة المحاصصات الطائفية والعرقية والفساد والخراب والدمار. ولو جئت بما اعرف منه الآن يعني أحسن المصلحين في العالم ووضعته في هذا الإطار سيكون أشهر الفاسدين، ما لا يستطيع أن يفعل شيئاً لأن هو الإطار مصمم بهذا الشكل. هو الإطار عندما يقبل العمل في هذا الإطار هو قبل بمشروع الفساد، قبل بمشروع الخراب، قبل بمشروع الدمار. هذا واضح لأن هو هذا الإطار مصمم بهذا الشكل. لذلك هم يذهبون تريد تغير تعال ادخل ويانا، لأن من دخلت وياهم أنت في شروط، ستفرض عليك شروط. ايش قد قالوا لنا تحدثونا عن مستقلين دخلوا إلى الانتخابات والناس بحت أصوات الخيرين والوطنيين، قالوا لهم ماكو مستقلين يا ناس، اللي يقبل في هذا الإطار ويدخل به هذا مو مستقل، هو جزء من هذه اللعبة. فرزوا ناس من عندهم من هذه الأحزاب من هذه القوى، قالوا ذولا مستقلين، وبعد فترة عندما حصلت أزمة معينة وإذا بهم يتكتلون مع الأحزاب التي كانوا أساسا منها، ظهر ماكو استقلال. وحتى لو كانوا مستقلين، حتى لو كان مستقل، ماذا سيفعل هذا المستقل في وسط هذه الأمواج الهائجة وهذا الإطار الحاكم وهذه الأطر وهذه المعايير الموجودة؟ لا يمكن أن يفعل شيئاً. يعني أنت تجيب لي حكومة وتقول لي جبت أني واحد من أفضل الناس في الصناعة وخليته بوزارة الصناعة، هو ماكو مشروع صناعي، ما عندنا فكر صناعي، عندنا مشروع الاستيراد، نستورد احنا. فيا صناعة يا احنا حرقنا الصناعة، جيب لي وزير زراعة يفهم بالزراعة، وماذا يعني؟ إذا الإطار نفسه ماكو إرادة في أن تزرع البلد وتعود بالبلد إلى بلد زراعي وتنتج وتطرح محاصيلك، هذه ماكو مو موجودة. فبالتالي هذه اللعبة مكشوفة، روحوا للصناديق حتى يستمر هذا الوضع، تستمر هذه العملية السياسية، يستمر هذا الفساد والخراب. وبالتالي كل هذه القوى هي العملية السياسية كلها هي مصممة على هذه القوى. أشكرك. من يدخل إلى الصندوق هو منهم وإليهم، وبالتالي هذه القضية كلها محسومة لهم. دكتور قحطان، قوى العملية السياسية تتحدث عن مفهوم خاص بها للإصلاح،
وهناك من يتحدث، هناك من يقول من المراقبين والباحثين وأنت منهم، ليس هذا هو المفهوم الحقيقي للإصلاح، هناك كأنه عملية تشابك، نريد أن نفكك أو نحل هذا التشابك بين أو الالتباس بين مفهومين للإصلاح، مفهوم تطلقه قوى العملية السياسية ومفهوم آخر من الأكاديميين من المراقبين من الباحثين. هل تم اختلاف بين الفكرتين أم أن هناك تضليل أو تلبيس في هذين المفهومين وإدخال بعضهما بالبعض الآخر؟ بالتأكيد هناك خلاف كبير. التغيير وفق القواعد الأصولية العلمية يعتمد على ركائز أساسية: أولاً إرادة مستقلة، اثنين وجود رؤية حقيقية، ثلاثة تدبر لما يملك من قدرات وإمكانيات ووصولاً إلى الأهداف المرجوة. الوضعية في العراق خالية من هذه المرتكزات، ليس هناك إرادة وطنية حقيقية فعلاً، ليس هناك تدبير وتدبر وطني مستقل، بل هناك إرادة خارجية وتخطيط خارجي. القدرات الذاتية العراقية لا تمتلك الإرادة العراقية، وبالتالي القدرات الذاتية العراقية مملوكة لجهات أخرى. فلعل النفط على سبيل المثال هو الركيزة الأساسية، هو الآن مرتهن للشركات الأجنبية، بل حتى أن إذا العراق لم يصدر نفط لسبب الأسباب، العراق ملزم بإعطاء تكاليف أو مبالغ معينة يومياً للشركات الأجنبية. إذا العراق لا يملك إرادة، لا يملك تصور، لا يملك قدرة على أن يمتلك قدراته الذاتية، لا يملك تدبر لما يدور حوله وما يبغي. وبالتالي التغيير هنا كواقع حال ليس إلا أكذوبة، ليس هناك أي دلالات فعلية على التمسك أو امتلاك الحكومة لمتطلبات التغيير. ثم التغيير في ذاته لكي يكون صورة واضحة هي ليس عملية تغيير شكلي، التغيير العلمي هو التغيير نحو الحال أفضل وليس إعطاء صورة أخرى كما حصل الآن. صار التغيير في العملية السياسية، ما الذي حصل بالتغيير؟ صار تغير بسيط شكلي وليس تغيير جذري، بمعنى تغيير الأهداف، تغيير الشخوص، تغيير التوجهات، تغيير قواعد اللعبة، لم يحصل. إذن عملية التغيير في العراق هي لم تتحقق أبدا لعدم امتلاك متطلباتها واشتراطاتها. وكل من يصدق أن هناك ثم التغيير فهو أكررها أما واهم، نعم، أو ساذج أو له غاية معينة من هذا الإدعاء. في نفس النقطة دكتور رافع، الحقيقة يعني الباحثون السياسيون أيضا يتحدثون يؤكدون أن الحديث عن الإصلاح في العراق هو كالحديث خرافة، كالحديث عن العنقاء، لسبب بسيط أن هذه الدولة بعد عام 2003 فككت وركبت على أساس طائفي وعرقي وليس على أساس المواطنة. حتى المجتمع العراقي هناك محاولات، والمحاولات مستمرة، لعملية يعني تأسيسه صبغته باستقطاب طائفي، وبالتالي لا يمكن لأي عملية إصلاح تنجح في هذه البيئة، في بيئة الدولة ومحاولات استقطاب المجتمع طائفيا. دقيق؟ فعلا دقيق، هذا كلام دقيق جدا جدا، لأنه حتى بطروحاتهم عندما يطرحوا لك الديمقراطية لا تتساوى الديمقراطية مع الطائفية، لا يمكن أن تأتي الديمقراطية والطائفية على سطح واحد، لا يمكن. حديث عن ديمقراطية وأحزاب طائفية وفكر طائفي ونفس طائفي وميليشيات مسلحة وسلاح منفلت، كيف يمكن للديمقراطية أن تطبق كمنهج وكفكر في مجتمع يحكمه السلاح المنفلت والدقات العشائرية والمعرف منه والكواتم. والقتل والكواتم والاغتيالات والتهجير والتهديدات والسرقة والفساد والاعتداء على الآخرين؟ لا يمكن. وتجاوز القانون والعدالة مطاطة وكل شيء مطاط، شلون الديمقراطية ترهم وياه؟ فكل الفكر الذي يتحدثون عنه هو فكر شاذ وفكر هجين ولا يمكن قبوله. لذلك من البداية قلناها ونقولها أكثر من مرة، هؤلاء لم يأتوا إلى البناء، يعني هذا البناء التراكمي، ولا بعد 21 سنة أنت يفترض أن تجد فشيء مبني، فشيء له دلالة، له مشهد، له رؤية، بس يحاجونك به. لأحد قوى العملية السياسية يقول نحن حماة الدولة ونحن بناتها. ما
واي دوله ما هي لو موجوده دوله خلي يقول لنا شنو هي الدوله، شنو اسس الدوله، شنو مفهوم الدوله، هم مفهوم الدوله ما يعرفوه حقيقه. هل العراق الان دوله؟ هل العراق هذا العراق المفكك بهذه الطريقه حدوده مفتوحه وسيادته مخترقه واستقلاله غير ناجز والشمال ماله تحكمه غير قوى والجنوب تحكمه غير قوى والغربيه ما اعرف شنو والفكر الطائفي وكل عائلة مسيطرة على محافظة هاي مارتنا ما ننطيها. نعم والعشائر تتصرف والسلاح بكيفه عشائر تتقاتل فيما بينها تطلع أسلحة ثقيلة. هاي وين الدولة هذه؟ وين الدولة؟ ما خلي يقولون وين الدولة؟ شكل الدولة شنية؟ الدولة ما بيها سياسة اقتصادية واضحة ونتحداهم الآن وبعد ما أعرف إيش قد خلي يقولون شنو سياسة العراق الاقتصادية؟ سياسة العراق العامة شنية؟ هوية العراق شنية؟ بلد ما بي هوية، شلون دولة؟ شكل دولة ما موجود. هم سووا أجهزة أمن، جهاز إرهاب وما أعرف منه، 14 جهاز أمن و15 جهاز أمن وما أدري منه، هذا يعتبروها مؤسسات وخلص انتهت القضية. شرطة اتحادية وشرطة مدرمنية وبيشمرقة وهذا يعني خلص، وميليشيات وحشد شعبي وخلص انتهت، هاي صارت دولة؟ لا، الدولة بها مؤسسات، بها خدمات، بها انتماء، بها طالعة من الرحم ورحم المواطن، والمواطن يدافع عن الدولة، والدولة يتبناها المواطن، والدولة تتبنى المواطن، وله قيمة وله هوية. خلي يقولون شنو هوية العراق حتى قبل ما يقولوا انها دولة، هي شنو هوية العراق؟ يعني هو هذا الدستور، هذا المفخخ، اللعبة الغريبة عجيبة، هذا اللي مكلبين به مثل قميص، فشي غريب عجيب هذا. وبالتالي ماكو مفهوم للدولة. أما يتحدثون عن الدولة، إحنا بنات الدولة، أي دولة اللي بنيتوها؟ شنو هي الدولة؟ شكلها بنيتوا دولة للعصابات؟ نعم بنيتوا عصابات، نعم صحيح، صح هذا صحيح، ميليشيات وعصابات وقتل ناس، خلي الآن يتحاسبون ويخلون قانون. من أين لك هذا؟ من عام 2003 اللي حدنا مو هاي الأحزاب اللي تقول إحنا جينا وطنية وجينا من أجل المبادئ وجينا من أجل المظلومية وجينا لأنه إحنا عانينا من نكبات. ماشي طيب صحيح، كل الكلام صحيح، يخلون قانون من أين لك هذا ويقعدون يا هاي الأحزاب. من جتي من عام 2003 لحد الآن اشتملك، إش كانت تملك الآن اشتملك؟ ما هي مصيبة. وحتى الشخوص من عمار الحكيم إلى كلهم المالكي وغيره اشتملكون الآن؟ ما هو هذا القضية. طيب مين هذا؟ هذا مسرقات. إيش قد عندنا كانوا فقراء بالعراق وإيش قد صاروا عددهم؟ إيش قد عندنا عاطلين من العمل وإيش قد صاروا؟ إيش قد عندنا أمية وإيش قد صارت؟ شنو مستوى التعليم كان عندنا الجامعي والتعليم الابتدائي وشون وصل؟ شنو المستشفيات اللي عندنا؟ شنو الطرق اللي عندنا؟ شنو الزراعة اللي عندنا؟ شنو الصناعة اللي عندنا؟ شنو الأمراض اللي عندنا؟ شنو البيئة اللي عندنا؟ هذا كله جزء منه. شنو الجيش اللي عندنا؟ قيمة الجيش، قيمة هوية العراق، هاي كلها تتحط على الـ على الـ على الـ على الطاوله ويقعدون يتحاسبون ويقولون اكو دوله لو ماكو دوله. ذاك الوقت نعرف اكو دوله لو ماكو دوله، احنا نقول لهم ماكو دوله وتعالوا الان نتحاجج احنا وياكم، اكو دوله لو ماكو دوله. نعم. هذا الحديث عن وجود دوله واحنا كوننا الدوله واحنا حمينا الدوله، هذه كذبه كبيره وكذبه لا يمكن قبولها. ولذلك المواطن يتظاهر قدام امامهم، ولذلك يطلعون الناس الشباب الحلوين في تشرين ويقتلوهم بالشوارع لانه دوله ما موجوده. دكتور قحطان، الحقيقة الكثير من الباحثين السياسيين يقولون أن النظام الذي موجود في العراق الحقيقة ليس نظاما ديمقراطيا ولا نظاما شيوعيا ولا نظاما دينيا ولا نظاما من أي أشكال أو أنماط المعروفة بالعلوم السياسي، إلا نظاما أوليغارشيا، حكم لصوص، إقطاعيات حزبية وعائلية وعشائرية هجمت على الدولة على طريقة الضباع وتنهشها منذ 20 عاما. هذا حكم اللصوص وليس لا يستحق توصيف آخر. شنو رأيك؟ بالتأكيد إذا ما ذهبنا باتجاه المفاهيم الشيوعية والاشتراكية وكذا، لا علاقة لهذه الأحزاب حقيقة بغض النظر عن موقفنا منها وتقييمنا لها، لا علاقة لهذه الحكومة بهذه الأحزاب وتوجهاتها. وإذا ما ذهبنا حتى إلى الأحزاب الديوقراطية الدينية، هي غالبا ما تعمم حالة واحدة معينة من دين وليس في الغالب من مذهب. الوضع العراقي هو جزيئة من دين تتقاطع فيما بينها بحضور جزيئة أخرى
بمعنى ليس هناك علوية لجزئية معينة من الدين أو لدين معين على الباقي حتى يذهب بالاتجاه الذي يذهب إليه ويكون هو المسؤول عن الخطأ والصح. الحالة لا، هناك جزيئات للدين قسمت بصيغ مذهبية طائفية تتصارع فيما بينها، تتقاطع فيما بينها، الوضح في البلاد بالتالي بضوء هذه الحالة يتيب. إذا نحن لسنا أمام لا حالة اشتراكية ولا حالة رأسمالية حقيقية ولا حالة ثيوقراطية أي دينية، نحن أمام فعلا جماعات تذهب إلى مصالحها الشخصية، وقبل مصالحها الشخصية المشكلة الكبرى مصالح القوى الخارجية. حتى الأحزاب الشيعية دكتور، هذه ميزة النظام بالعراق، نظام متفرد لا شبيه له، ليس له شبيه، ليس كمثله شيء. بالضبط، ودليل على ذلك على سبيل المثال الدول الاشتراكية في دول العالم، منها من وهي كانت تابعة للسوفيت بشكل في آخر، هناك بعض الدول خرجت من هذه القالبة كما هو صار في الصين وكما صار في دول جنوب شرقي آسيا، وحتى كوبا إلى حد معين اختلفت إلى مع روسيا السوفيت في وقتها رغم أنهم شيوعية. وهناك طرق خاصة للاشتراكية في بعض الدول التي تقول أنا من الاشتراكية لي شيء منها. أما العراق فهي ليست بهذه الآلية، بمعنى ليست هناك جهة دينية ملتزمة بإرادة الله الحقيقية لكي ترتقي بالمجتمع، بل هناك جماعات أسسوا مسميات أضيق تتقاطع وتهر وحدة صف المسلمين. وبالتالي كما هنا نقول نؤكد أن الحالة في العراق حالة فريدة جدا. والمشكلة الأكبر للأسف الشديد أن بعض شعبنا يؤيد هذه المجاميع رغم فشلها، رغم فسادها، رغم اعتراف الجماعات القائمة عملية سياسية بالفشل. ودائما أقول أنه حتى مالكي زعيم المنحرفين بشكل عام والذين كان سببا لدمار العراق قال نحن أصبحنا بالواقع العملي غير مؤهلين لأن نعود لأنفسنا، ولكن كرر نفسه مرة ثانية. المشهداني قال نحن وكلاء أو مقاولين تفتيش، حنان فتلاوي قالت نحن كعكة وقسمناها، وغيرها وغيرها جميعا أكدوا أنهم فشلوا فشلا ذريعا. نعم. وأنهم فاشلون، ومع هذا للأسف الشديد هناك من يؤيدهم. خليني أسألك في نفس النقطة أيضا، أيضا يعني يقول الناشطون والمدونون وعراقيون أنه في إطار التشكيك أيضا والتكذيب أنه هذه القوى السياسية التي راكمت كل هذا الخراب والتدمير على مدى 20 عاما لا يمكن أن تطلق مشروعا للإصلاح السياسي، وليس من مصلحتها إطلاق هذا المشروع. أي مشروع إصلاحي حقيقي تقويمي معناها تقويض لنفوذ هذه القوى، لمكاسبها، لسيطرتها على مقدرات الدولة. فلذلك هذه خدعة مراوغة كبيرة، هذه قوى لن تطلق مشروع حتى ولو توفرت لها كل الإمكانات لإطلاق مثل هذا المشروع. بالتأكيد 100% المشروع الوطني لإنقاذ العراق يتطلب استقلال العراق، وهم غير قادرون أن يستقلون عن العراق عن قوة خارجية أقعدتهم على الكرسي. الإصلاح يجب أن يكون هناك مساءلة من أين لك هذا كما قال زميلي قبل قليل، هم أساس الفساد. الإصلاح الوطني يجب أن يكون هناك رؤية عقائدية فكرية وطنية، هم أصحاب رؤى فكرية ضيقة أنانية مذهبية طائفية. الدولة يجب أن تكون هناك مركزية في إدارتها، هم يعتاشون على حالة الفوضى والأحزاب السياسية المتسلطة والفصائل المسلحة. إذن هم لا يعيشون إلا في حالة فوضى، فلا يمكن أن تكون هناك تغيير لإنهاء الفوضى، لأن الفوضى هي أساس وجودهم كما أوجدتهم أمريكا بالفوضى الخلاقة. إذن نحن مقتنعين قناعة تامة أن لا إصلاح من هذه المجاميع نهائيا إلا باقتلاع العملية السياسية كأحدى الطرق الأساسية بشخصها بآلياتها بتشريعاتها كسبيل حقيقي أو خطوة لابد منها لإصلاح حقيقي. من غير تغيير عملية سياسية وإزاحة هذه الطعمة الفاسدة لا يمكن يكون هناك إصلاح، وهناك بذلك يكون ذحك على الذقون وعملية اشترار الذات وعملية تسويق الذات بشكل أو بآخر. نعم دكتور رافع، إذا كانت قوى العملية السياسية غير مستعد للإصلاح، غير قادر على الإصلاح، ليس من مصلحتها إطلاق الإصلاح، والشعب والمجتمع العراقي الثقة في هذه القوى صفر، من المنوط به أن يطلق مثل هذا الإصلاح المؤهل الذي
المجتمع سيدعمه ويؤازره في إطلاق هذا المشروع. نعم أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك عن هذا أريد يعني نذكر شيء. نعم، يعني كل هذه القوى التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن عندما تذكرها مباشرة تظهر أمامك أو الصورة اللي أمامك هو عراق الخراب، الخراب والدمار والفساد قرين لهؤلاء. وهذا ذكرني بقصة في التاريخ السياسي في الاتحاد السوفيتي في الخمسينات عندما كان خروشوف كان زعيم الشيوعية في العالم وزعيم الاتحاد السوفيتي، وكان في زيارة إلى أوروبا، وبعد ذلك زار رجع إلى الاتحاد السوفيتي إلى موسكو، زار إحدى يعني أحد معامل إنتاج السيارات في روسيا في ذلك الوقت، السيارات الروسية. وعندما يعني افتتاح هذا المصنع تطويره وكذا، عندما أجرى دولة وخرج وإذا بمدير المعمل أو رئيس المؤسسة يعني هرول وراء ويطلب منه: أنت يا رفيقنا الكبير أرجو أن تكتب لنا كلمة في سجل التشريفات، لأنه هذه نضعها أمام العمال والكل العاملين حتى يرون ماذا كتب خروشوف. فقبله ومسك القلم وكتب: اليوم اكتشفت كم أن الشيوعية بشعة. فاستغرب يعني مدير المعمل، قال له: ما هذا الذي تكتبه؟ أنت زعيم الشيوعية في العالم تكتب الآن اليوم اكتشفت أن الشيوعية كم هي بشعة؟ قال له: نعم، لأنه لولا الشيوعية بشعة ما شفت هذه السيارات اللي تصنعوها الروسية من مطخة جرحك، من شكلها معيب وشكلها مخزي، من جعلها بهذا الشكل؟ الشيوعية يتحدث. فأنت الآن تنظر إلى العراق، تنظر إلى كل هذه الأحزاب التي تحكم العراق، هذه القوى التي تقول أنها جاءت من أجل المظلومية وما أعرف منه والديمقراطية والحرية، وتنظر الجهة المقابلة ماذا حققوا؟ ستجد خراب، ستجد دمار، ستجد ويلات فساد وخراب وسرقة وقتل ونهب وتفرقة وطائفية وتمزيق للمجتمع. قرين هؤلاء ما يفعلونها ما هذه الأحزاب. إذا ما تفعله هذه الأحزاب هو يشابهها تماما، يعني ليس بعيدا عنها. يكفي أن تذكر حزب الدعوة والمجلس الأعلى والمدرسة ستعرف أنه الخراب حل في هذه البلدان وهذه الطبيعة، وهذه 21 سنة فشلوا هم ودمروا. قدامنا دقيقة، من المنوط بالإصلاح؟ أما المنوط بالإصلاح هو الشعب. نعم، الشعب فقط هو الذي، وليس إصلاحا، لأنه يعني الإصلاح ممكن انحراف معين تعدله، ممكن شكل معين تصلحه، ممكن طريق معين تبني طريق آخر. لا، هذا يحتاج إلى أن تزيح كل هذا لكي تبني طريقا جديدا وشكلا جديدا وإرادة جديدة بإرادة جديدة ورؤية جديدة. هذا وهذا يسمى تغيير، غير الإصلاح. والإصلاح لعبة وترقيعية ويضحكون بها على نفسهم وما يضحكون على الشعب بها. شكرا جزيلا. شكرا. في ختام هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وأيضا ضيفة عبر سكايب الدكتور قحطان خفاجي أستاذ العلوم السياسية. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.